السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، معكم أخوكم محمد من قناة الغربيتك. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. استطاعت شاومي أن تجعل لنفسها مكانا بين الكبار فيما يخص الهواتف الذكية، فصيرنا في كل شهر تقريبا نسمع عن هاتف قادم من شاومي، فلا نكاد نستكشف هاتفا جديدا من الشركة حتى نجد أمامنا هاتفا أجدد منه وأميز عنه. وفي فيديو اليوم سيتمحور حديثنا عن الوافد الجديد شاومي ريدمي نوت 10 تي 5G. وإن كنت من عشاق تقنية فأدعوك أخي الكريم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل الإشعارات، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب. وعلى بركة الله نبدأ الفيديو. يأتي الهاتف بطول 161.8 ملم وعرض 75.3 ملم وسمك 8.9 ملم مع وزن 190 جراما، ويأتي بجسم كامل مصنوع من البلاستيك اللامع. شاشة الهاتف من نوع IPS بمساحة 6.5 إنش بجودة Full HD Plus بمعدل كثافة بيكسلات 405 بيكسل، وتدعم الشاشة أبعاد العرض بنسبة 20:9، بالإضافة لوجود طبقة حماية على الشاشة من نوع Gorilla Glass الجيل الثالث، إضافة إلى دعمها لخاصية 90 هرتز والتي ستعطيك تجربة أفضل بالأخص أثناء اللعب. وأهم ميزة في الهاتف وهي المعالج من شركة ميدياتيك من نوع ميدياتيك MT6833 ديمونسيتي 700 5G بتكنولوجيا 7 نانومتر مع معالج رسومي من نوع ماليجي 57 MC2، وهذا المعالج قوي. يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة شاومي MIUI 12. من حيث سعة التخزين والرامات نجد الهاتف بعدة نسخ. الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة سعة 64 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت. الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة سعة 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت. الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة سعة 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت. كما يأتي الهاتف بإمكانية زيادة سعة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري بدلا من الشريحة الثانية. يأتي الهاتف بكاميرا أمامية دقتها 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f2.0، وأما الكاميرا الخلفية فنجدها بارزة قليلا عن ظهر الهاتف، وتأتي بتشكيلة ثلاثية من العدسات، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة f1.8 وهي الكاميرا الأساسية، أما على الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو، أما على الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل العزل والبورتري، بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش ولا وجود للعدسة ذات الزاوية العريضة. يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الفول HD بالإضافة إلى دعم مايك ثانوي لإزالة الضوضاء مع وجود منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم. يأتي الهاتف مع دعم للواي فاي والبلوتوث وباقي المستشعرات الأخرى، والبصمة تأتي مدموجة في زر الباور إضافة إلى خاصية الفيس إن لوك. بطارية الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير مع شاحن مرفق في العلبة بقوة 18 واط، والشحن يتم عن طريق منفذ USB Type-C. هاتف ريدمي نوت 10 تي 5G موجه لمحبي الأداء المميز ومحبي الألعاب بسعر اقتصادي، وهو مميز عن ريدمي نوت 10 العادي في المعالج الأقوى ودعم شبكات الجيل الخامس مع شاشة 90 هرتز، ولكن ريدمي نوت 10 العادي يتفوق في نوع الشاشة الأموليد الأفضل والصوت الاستيريو الأعلى والشاحن الأسرع والكاميرات الأفضل. ما رأيك في هذا الهاتف وهل تفكر في شرائه؟ أخبرني رأيك في التعليقات. كان هذا كل ما لدي لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.